low of total expectation أو low of iterated expectation. خلينا ندي مثال وهنوضح الثيري اللي من وراه ونوضح ازاي ممكن نستفيد بيه. تخيل ان هو بيقول لك ايه، احنا دلوقتي هنرول داي الزهره، فهي هترول لك رقم من 1 ل 6، وبعدين بناء على الرقم دوت انت هتعمل هتفليب كوين عدد من المرات. في اكسبكتد كام هيد عندك، ال 0 فور تيل و 1 فور هيد. يعني مثلا انت عملت رميت الداي طلع 4، يبقى هترمي الكوين 4 مرات، عدد الهيدز كام؟ خلاص لما تيجي تبص هنا انت دلوقتي عايز تكتب كود بيعمل الكلام دوت، يبقى انت الداي ده ممكن ايه يطلع بواحد او اتنين او تلاته لحد سته، كل احتمال منهم بكام؟ بسودز. طب لو هو طلع بواحد يبقى الكوين هتترمي يا اما تطلع زيرو بنص يا اما تطلع بواحد ونص. طب لو كانت مرتين يا اما يطلع عندك زيرو 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 وان وان زيرو وان وان، وكل احتمال من دول ربع. طب لو كان ثلاث مرات هتجمع الكلام ده كله تمام، وكل واحد فيهم ايه بتم. طب الاكسبكتيشن، الاكسبكتيشن بتاعنا هو مثلا احتمال ان هو يقع باتنين في احتمال ان هو يطلع زيرو زيرو، يعني سدس في ربع في سدس وهكذا. يبقى الاكسبكتد نمبر اوف هيدز بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن احتمال ان هو يقع واحد في احتمال ان هو يقع صفر، او احتمال ان هو يقع ايه واحد، او احتمال ان هو يقع باتنين في احتمال ان احنا نطلع زيرو زيرو او زيرو واحد او واحد زيرو او واحد واحد. لو طلعنا واحد واحد يبقى معانا اتنين هيد، لو ما وهكذا. جمع الكلام ده كله. في اوبسرفيشن صغيره جدا، ايه هي؟ ان اللي انت بتعمله جوه ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاكسبكتيشن بتاع نمبر اوف هيدز جيفن انك انت مش يعني مش كونديشنال، جيفن يعني انك انت معاك اتنين. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان السمشن ده ممكن يتشال ببساطه الحالة كده، سوتس في اي اوف اتش في واحد، السته ده طلع عامل مشترك، فسوتس في اي اوف اتش في واحد واثنين وثلاثه واربعه لحد سته. خلاص كده؟ طيب الاي اوف اتش دي احنا ممكن نفورميليتها ماثيماتيكال بصوره ابسط بكتير. الاكسبكتد نمبر اوف هيدز جيفن ان فليبس بكام؟ حاجه من اتنين بصوره ريكيرسيف زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت. يا اما ان هو يطلع، احنا دلوقتي هنرميه، يا اما يطلع 0 يا اما 1 باحتمال نص يطلع 1، يبقى انا معايا 1 هيد زائد عدد الاكسبكتد هيدز من ان ماينس 1، او انه ما يطلعش هيد بيحصل بنسبه نص، يبقى هاف فور اي اوف ان ماينس 1، ودي وطلع ويجيب، هتلاقي ان الاكسبكتد نمبر اوف هيدز جيفن ان هو عباره عن ان على الاثنين. معنى كده ان السمشن ده كله ممكن يتشال ازاي؟ سوتس في 1 زائد 2 زائد 3 مش عارف ايه على الاثنين 1.75. خلاص؟ احنا كده يعني كنا بنوري شيء من البروجراماتيك جنريشن ميكسد مع شيء من الماثيماتيكال هاندلنج للحاجه يعني. احنا ممكن نكتب ريكيرسيف كود يقعد يحسب الكلام دوت، بس مهم جدا انك انت تتعود ان مش كل حاجه اقول لك روح اعمل لها اكسبكتيشن تروح كاتب فانكشن يا اما يحصل يا اما ما يحصلش وتريكيرس. احيانا كتير جدا محتاج تقدر تحتاج تسمبليفاي الدنيا على نفسك. خلاص؟ المهم في شويه حاجات يهمني انك تاخد بالك منها هنا، ان احنا عندنا تجربتين، التجربه الثانيه بتعتمد على نتيجه التجربه الاولى. اللي هو في توتال اكسبكتيشن بيتكلم عن التجارب اللي كل واحده فيهم هي قائمه على نتيجه التجربه اللي قبلها. خلاص؟ يعني مثلا هترمي مش عارف ايه، النتيجه منها هتاخدها بناء عليها ترمي مش عارف ايه، النتيجه منها ترمي بناء عليه، مجموعه من التجارب بصوره لينير بتعتمد على بعضها. خلاص؟ اللو اوف توتال اكسبكتيشن بيقول لك لو دي الحاجه، لو دي الكيس بتاعتك، فاي اوف واي بتاعك عباره عن اي اوف واي جيفن اكس. على سبيل المثال الاكس في حالتنا ده هو الداي، والواي في حالتنا ده هو عدد الهيدز، واكسبكتد نمبر اوف واي ده هو عدد الهيدز اللي احنا كنا شغالين عليه، والاكسبكتد اللي جوه ده اللي هو واي جيفن اكس اللي هو عدد الهيدز جيفن ان التوس 2، جيفن ان الداي طلع 2، جيفن الداي طلع 3، جيفن الداي طلع 4. فطبعا الواي هنا عماله تعتمد، واحنا عايزين الاوفر اول اعتماد بتاعها. فانت بتلاحظ ايه؟ ان فور اتش اكس بالاكس دي ان الواي ليها حاجه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل اكسايه ليها اي اوف واي اوف اكس. معنى كده ان اي اوف واي اكس ده از فاريبل. خلاص؟ يعني هو فاريبل، كل حاجه، كل يعني كان كل لعبه في التجربه الاولى بتطلع نتيجه في التجربه الثانيه، فهو فاريبل. فهو بيقول لك
ان اي اوف واي في الاخر بالمنظر ده، يعني بتحسب النتيجه بتاعت التجربه الاولى وتجيب بي اكسبكتد على التجربه الثانيه وهكذا. خلاص ماثيماتيكال الكلام دوت اساسا عباره عن ايه؟ الاكسبكتيشن بتاع حاجه هو البروبابيلتي بتاع ان الاكس دي تحصل في الاف اوف اكس، بس اف اوف اكس المره دي بمين؟ باكسبكتيشن كامل. خلاص تعالى نسمبليفاي عشان التجربه دي رخمه في انك تفهم هو بيقصد ايه. تخيل ان انا معايا مجموعه من التجارب اكس واي زد، كل تجربه بتعتمد على اللي قبلها. بتعتمد مش معناها انها بتاثر فيها، لا بتعتمد بمعناها انها هتقوم كتجربه بناء على نتيجتها اساسا. خلاص فلو انا عايز احسب اي اوف زد اللي هو اخر تجربه بتحصل، احنا كان يهمنا اكسبكتد نمبر اوف هيدز ده اخر حاجه بتحصل. فاي اوف زد ده عباره عن مين؟ تعال نسميه ايه؟ اي اوف زد ده لو سمينا الاي عباره عن اي اوف زد، فالبي انا اسف هنا اكس هي الفاينل ريزلت اللي احنا بندور عليها، وزد دي هي اول تجربه، فزد دي هي كانت بتاعت الضال. فانا دلوقتي هحسب الاكسبكتد بتاع الزد، فده حساب اول تجربه حصلت. بعد كده هاخد البتاع ده نفسه هحسب الاكسبكتد عليه، هحسب الايه؟ هحسب الاكسبكتد بتاع الواي جيفن الاي دوت. خلاص فده يبقى تاني تجربه. بعدين هروح احسب الاكسبكتد بتاع اكس جيفن البي اللي حصل من شويه، ده تالت تجربه. خلاص هو ده مفاد اللو اوف توتال اكسبكتيشن، كل تجربه هي اكسبكتيشن وفي التجربه اللي قبلها بس لا اكتر ولا اقل. على سبيل المثال في الشغل بتاعنا هنا الاكسبكتيشن بتاع الضي عباره عن مين؟ عباره عن 1 في سوتس زائد 2 في سوتس زائد 3 في سوتس وهكذا، اللي هو الكلام ب 3 ونص. طيب يبقى الاكسبكتيشن، واحنا عرفنا فوق اكسبكتيشن اوف هيدز بصوره عامه ان على الاثنين، يبقى الاكسبكتيشن اوف الاكسبكتيشن بتاع الضي بكام؟ بالاكسبكتيشن بتاع ال 3 ونص اللي هو ان على الاثنين ب 1.75. بص هنا احنا عملنا ايه؟ حسبنا البتاع بصوره فيري لينير. احسب اكسبكتيشن زد، احسب واي جيفن اكسبكتيشن زد، احسب اكس جيفن اكسبكتيشن واي بصوره فيري ايه؟ بصوره فيري لينير. خلاص كده؟ هو ده الكونسبت. بيقول لك ببساطه شديده لو عندك مجموعه من التجارب كل تجربه بتعتمد على نتيجه اللي قبلها، بمنتهى البساطه احسب الاكسبكتيشن بصوره لينير عادي خالص. خلاص كده؟ تعالوا نعيش مع بروجرامات اكزامبل نوضح بيه الفكرة أكتر. بيقول لك إن إحنا معانا ستيك اللينس بتاعها L وهنعمل فيها N كاتس. خلاص؟ الكات دي بتحصل عند انتجر بوزيشن وبتحصل بإيكوال بروبابيلتي. خلاص؟ كل مرة بنقطع الستيك بندروب السكند بارت وبنكمل، يعني مثلا لو معاك الستيك لونس 10 رحت قاطع عند الستة بترمي الأربعة الأخرانيين وتكمل على الستة، تمسك الستة تروح قاطع عند الاثنين تروح رامي الأربعة الأخرانيين وتشتغل على الاثنين. لاحظ هنا إيه؟ أجين الكونسبت بتاع إن تجربة بتعتمد بصورة مباشرة على ناتج التجربة اللي قبلها. زمان كنا بنرمي داي تطلع أربعة، نرمي أربعة كوينز أربع مرات، كوين أربع مرات. دلوقتي بنمسك ستيك نقطعها حتة نمسك التالي، يعني كأن نفس السب بروبلم بتتكرر، بس طبعا هنا في نوع من الهوموجينيوس في البروبلم. انا اتعمدت ان ادي المثال اللي فوق لان هو بيوريك تجربتين مختلفتين. هنا التجربه هي بالظبط، بس كل مره على اللينس مختلف ناتج من اللينس اللي قبله. طيب تعالى نسيميليت المساله دي لو احنا هنحلها على ان ب 2، يعني نوضح عليها شويه نوتس. لو الان ب 2 والال بتاعتنا ب 6، يبقى انا اقدر اقطع في 1 2 3 4 5 6، يبقى اي كات بتحصل باحتمال كام؟ سوتس. تخيل ان احنا عملنا كات عند مكان 4، يبقى الستيك الجديده بتاعتنا كام؟ 4. اقدر اعمل كات في 1 2 3 4، البروبابيلتي بتاعت اي كات كام؟ ربع. خلاص؟ تخيل ان انا رحت عامل كات بقى في 3، خلاص؟ يبقى اللينس بتاع اخر البيس كام؟ 3. هو ده الرقم المطلوب منك، الاكسبكتد بتاع اللينس بتاع اخر بيس عندنا. خلاص؟ طب انا لو انا هعمل كود يحسب الكلام دوت هعمله ازاي؟ البديهي بتاعنا ان احنا معانا مجموعه، معانا فيكتور اوف راندوم فاريبل، صح؟ زي القضيه بتاعت الفيكتور اللي كنا لسه شغالين عليها من شويه من فوق. معانا فيكتور، الفيكتور دوت لما هجنريته هعمل مجموعه من النستد لوبس، كل لوب بتعمل كات بناء على الرقم اللي ايه؟ بناء على الرقم اللي قبلها. خلاص كده؟ فهيبقى عباره عن مجموعه من السمشنز اكس واي زد لحد دبليو. خلاص؟ الاكس واي زد دي كونسيكتيف كاتس. على سبيل المثال لو كانت الان ب 2 فممكن اقطع مره عند الاربعه مثلا وبعد كده اقطع عند الثلاثه، يبقى البروبابيلتيز بتاعتي بكام؟ بسوتس في ربع.
خلاص يبقى عندي الفانكشن بتاعتي هتطلع كام؟ الفانكشن اف بتاعتي هتبقى عباره عن اخر رقم اللي هو الدبليو. لو انا قطعت هنا 4 و3 يبقى ايه؟ يبقى الثلاثه. خلاص ففانكشن اف عباره عن ايه؟ خلاص. طيب فاكرين الكلام بتاع زمان؟ احنا دلوقتي ما نعرفش لو توتال اكسبكتيشن، عايزين نحلها بالطريقه اللي احنا كنا لسه متعلمينها. انا بجنريت فيكتور، خلاص ما تيجي نحاول، ما تيجي نحاول نحسب الاكسبكتيشن بتاع كل اندكس لوحده. ايه نظام الفانكشن اف؟ الفانكشن اف از فيري لينير، الفانكشن اف كلهم بصفار الا اخر قط بواحد. دي مصيبه ليه؟ لان ده معناه ان الاكسبكتيشن بتاعك اكشلي بقى عباره عن دبليو في بي اوف دبليو. بي اوف دبليو دي عشان تحسبها لازم ترجع تنمريت تاني. يعني الكيس هنا بتاعتنا بتاعت الاف في البي لا تسمح لك بنوع من التفكيك، ما تسمحلكش، وبالتالي ما فيش مفر من انك انت تكتب الكود اللي بيعمل بيكونسيدر جنريتنج فيكتور. كان نفسنا نجنريت كات كات، لا مضطرين نجنريت فيكتور. فالكود بتاعنا هيبقى حاجه بالمنظر دوت. بعتين الكرنت لينس اللي معانا، وبعتين عدد الكاتس اللي عايزين نقطعها. لو عدد الكاتس بتاعتنا وصلوا لصفر هنرجع الكرنت لينس اللي باقي، خلاص. غير كده هنجرب كل الكاتس الممكنه، كل مره هنبص الاي وهنشيل من الكاتس واحد وهنقسم على الكرنت لينس عشان ايه بس. خلاص الكود بتاع الكلام ده لو احنا عملنا له ميمورايزنج يبقى عباره عن كام؟ ال في ان في ال، ال سكوير ان. طبعا يعني لو ال ال دي بس ب 1000 وال ان ب 1000 يبقى الاوردر بتاع الكلام ده كام؟ ان كيوب. خلاص كده؟ طيب ما تيجي نوظف بقى اللو اوف توتال اكسبكتيشن. اللو اوف توتال اكسبكتيشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو التجارب دي عماله تعتمد على بعض، خلاص؟ ب ب ب ب بصوره ان نتيجتك بتاع نتيجتك انا بقوم عليها، يعني الانبوتس بتاعتي هي الاوتبوتس بتاعتك، خلاص. لو انا بقول عليها بمنتهى البساطه اعمل التجارب دي بصوره كونسيكتيف، خلاص. ده اسمه يعني الموضوع بيبقى اسمه تايم سيرز، خلاص. يبقى انت بمنتهى البساطه هتعمل ايه؟ هتحسب الاكسبكتيشن بتاع التجربه وتاخده تعمل بيه اكسبكتيشن وهكذا. ففي اول ما تلاقي نفسك في لو اوف توتال اكسبكتيشن بتعمل كالاتي بالظبط. تسال نفسك هل انا اعرف احل المساله از وان ستيب ولا لا؟ لو اه رن كي لوبس او ان لوبس في حالتنا هنا، لوب اصلي لوب لحد ان، رن التجربه ان من المرات، لان احنا في حالتنا هنا بتاع ايه؟ طيب هل اقدر اعمل الاكسبكتيشن بتاعي؟ اه بمنتهى هو اللوب دوت اللي بيحسب الاكسبكتيشن اساسا، بس مش هيريكيرس، خلاص. خلاص؟ انا لو معايا ال، ايه الاكسبكتيشن بتاع اللينس بتاعي؟ يا اما اقطع عند واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه، وكل قطع واحد على ال، يبقى عندي المجموع دوت، يبقى في الاخر ال بلس 1 على الاثنين. يبقى لو انا معايا ستيك لينسها ال وهعمل 1 كات، الاكسبكتد لينس بتاع الحته اللي باقي ال بلس 1 على ال. عرفت تعمله في 1 ستيب؟ اه الحل بتاعك هو عباره عن انك تلف تي من المره، ان من المره بس، خلاص كده. بص بقى قلبنا الكود لو اوف ان ازاي؟ انيشيالي خدت الكرنت لينس، تخيل ان اللينس ده ان دي بواحد، يبقى الاكسبكتد هيبقى الاكسبكتد زائد واحد على الاثنين اللي احنا حسبناه هنا. طب لو انا عايز اعمله ان من المرات، بمنتهى البساطه لف ان من المرات. خلاص كده؟ ناخد بالنا عشان في مسائل بتيجي تايم سيرز والناس مش بتاخد بالها وتحاول تابروتش بالطريقه التقليديه بتاعتنا. ماشي كده؟ طيب في حاجتين دايما تحطهم في اعتباراتك مع حاجتين لازم تحطهم في اعتباراتك مع التوتال لين اكسبكتيشن. اول حاجه انك ممكن تعرف تلاقي او اوف 1 سولوشن في حالتنا هنا، اللوب ده ممكن يترانسليت بمنتهى البساطه لهاف زائد كارنت لينس على 2 على ان. مش او مش اقصد او 1 قد ما اقصد كلوزد فورم، خلاص. لان 2 اس ان دي عشان تتحسب ممكن تحسب تحتاج تحسبها بايه؟ بلوج على الاقل. الحاجه الثانيه ان باحتمال كبير لو ما عرفتش تحسبها في او 1 ممكن تعرف تجنريت ترانزيشن ماتريكس وتابلاي الماتريكس ايه؟ باور. ليه؟ لان الاكسبكتيشن طبيعته لينير، والستيب اللي هنا هتلاقيها بتحاول دايما تابلاي نفس البيهيفير. فالكلام دوت ممكن يتعمل بايه؟ بلوج الباور بماتريكس باور، خلاص. يبقى لما تلاقي انك انت اولا عندك تجربه الاوتبوت بتاعها والانبوت بتاع تجربه ثانيه والموضوع ده بيحصل ان من المرات، افتكر على طول توتال اكسبكتيشن. جاوب على سؤالين، هل اقدر اعرف اعملها مره واحده بس ولا لا؟ لو اه يبقى رن الكلام ده ان من المرات معاك الانسر. الحاجة التانية افرض ان الان دي كتيرة، افرض ان الابلكيشن بتاع الاكسبكتيشن في وان ستيب كبير، فكر هل ممكن تطلع او 1 ليها ولا لا؟ طب لو مش قادر هل ممكن تعمل ترانزيشن ماتريكس وترن ماتريكس باور ولا لا؟ خلاص كده؟ في الاجابة طبعا في الحالتين هنا ينفع. خلاص؟ وادي جنرال رول لسه كنا بنتكلم عنها ايه؟ اخر مثال
برضو عشان نوضح بيه الفكره، في مساله اسمها بنك لوتري كانت جت قبل كده في كواليفيكيشن راوند، بيقول لك ايه معانا ان بيرسونز، كل واحد ده بنك في شويه اشخاص، كل واحد عنده ايه حساب في البنك بتاعه ام اوف اي، كل اسبوع بيحصل سحب، بيختاروا شخص راندوم، بيختاروه بالنسبه لنا ايه، بيختاروه باحتماليه فلوسه على مجموع الفلوس بتاعت الناس، وبعدين بيدوا له في، في دي قيمه ثابته. بيقول لك بعد كي ويك، بعد كي ويك ايه الاكسبكتد ام اوف زيرو، يعني الراجل الاولاني ده اول حساب في البنك هيبقى احنا معانا احتمال انه معانا احتمال كام في الفلوس، كام في البنك. طيب انت دلوقتي لو عايز تبتدي تفكر في كود للبتاعه دي او تفكر في ماثيماتيكال فورميليشن، المفروض انك انت عندك كي فيكتور اللينس بتاعه كي، كل اندكس فيه بيمثل الوينر في الكيث ويك، صح؟ يعني مره تانية بنجنريت ايه، بنجنريت فيكتور، مره تانية بنجنريت ايه، بنجنريت فيكتور. طيب الفيكتور دوت ايه نظامه؟ ادي الفانكشن بتاعتنا اف اوف دبليو 1 دبليو 2 دي، وير دبليو 1 ده الوينر بتاع الايه الدبليو، خلاص زي ما عملنا بالظبط، مجموعه من النستد لوبس او ريكيرسيف كولز، وفي الاخر عندنا فانكشن اف مضروبه في ايه، في مجموعه من البروبابيلتيز. الفانكشن اف دي عباره عن ايه، عايزين نستدل اللينيارتي بتاعتها، يمكن نعرف نطبق الرول اللي فوق، سميشن اوف اكسبكتيشن بيساوي اكسبكتيشن اوف سميشن. الفانكشن دي عباره عن ايه، بمنتهى البساطه احنا يهمنا الوينر الاولاني، يبقى انا عايز اعرف في كام مره الوينر ده كان هو الزيرو، يعني اول واحد وينر، فعدد المرات ده يتضرب في في، دي الفلوس بتاعتي، خلاص. طيب كده الاف بتاعتنا فيري لينير، سهله وظريفه، يا اما البوزيشن ده انا يا مش انا، خلاص. فين المشكله؟ المشكله ان البي فانكشن دي از فيري ديبندنت على اللي بيحصل قبلك، فيري ديبندنت عليه، فيري ديبندنت على التشويسز بتاعتك، لانها كل مره عباره عن مين، يعني كل اختيار عباره عن مين، انا هختار الوينر الثاني في المكان الثاني هيبقى عباره عن ام ابديت بتاع 2 على التوتال ابديت، تمام كده. وبالتالي لا مفر من الكلام ده، لا لا مش نافع فكره الايه، فكره ان انا اقسم البتاع ده بدل سميشن اكسبكتيشن اوف سميشن لسميشن اوف اكسبكتيشن. طب في اوبزرفيشن الاول، الكود ده هيتمبلمنت ازاي؟ اكسبكتد فانكشن عادي خالص، بس هتاخد فيكتور اوف دبل معاها لانك طول الوقت معاك ام ابديت، وبتاخد احنا في انهي ويك، وكل مره بتجرب كل بلاير انها تكسبه، وبتكسبه بالبروبابيلتي دي، وبتريكيرس بالابديتد فيكتور. طيب هنعمل سمبليفيكيشن حلو عن طريق اوبزرفيشن. بص الاوبزرفيشن دي بتقول لك ايه، دلوقتي تخيل ان انيشيالي احنا معانا توتال ماني، بعد الكي ويكس التوتال بتاعنا بكام؟ ببساطه التوتال بتاعنا ان اف في، مش كل اسبوع في واحد بس بيكسب بفي، يبقى بعد ان ويك معايا ان اف في. معنى كده ايه؟ معنى كده انك تقدر تعرف التوتال ده في اي ويك. ليه؟ لانك انت لو في الايث ويك التوتال هو عباره عن التوتال زائد ان اف في، يبقى انا ما بقاش عندي هم الفاريبل ده. الحاجه الثانيه، انا نفسي لو انا في يعني لو انا في بعد ان ويك السكور بتاعي بكام؟ انا الزيرو، انا مهتم بنفسي بس. الفكره انك انت لو انت عرفت انت كسبت كام مره، يبقى انت ببساطه الانيشال اكونت في الجي في الفي، بس كده. طيب ده ممكن يريفورميليت الشغل بتاعنا ازاي؟ اي اوف اكس هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن مجموعه من السميشن، بس هنا بوليانز بس، انا كل اللي انا عايز اعرفه انا كسبت ولا خسرت، خلاص. والبروبابيلتيز مره ثانيه الاف دي لينير لان دي لينير. طب والبي؟ لا للاسف البي ستيل فيري ديبندنت، هي هي، لان البي دي نفسها هتابديت نفسها بناء على كم مره ايه كسبنا، فالصوره دي كابلد بيها هنا مش مخلينا نعرف نفكك الكلام دوت. بس الظريف الظريف دلوقتي ان ان انك انت الريكيرسيف رول بتاعك ما بقاش بيعتمد غير على حاجتين بس، الكرنت ويك اللي احنا فيه، وانت كسبت كم مره. ما هو انت ما كناش مهتمين غير بفلوس اول لاعب، فانا دلوقتي كنت زمان محتاج الفيكتور ده كله عشان اقدر احسب بروبابيلتي صح، ليه؟ لان ده ينفع يتجاب صح، ولقينا ان انا لو سجلت نفسي عدد الايه البتاع ده يتجاب، خلاص. الكود بتاع حاجه زي كده هيبقى زي ما احنا متعودين، هيبقى فانكشن اسمها دبل بتاخد انتجر كرنت ويك وانا كسبت كام مره، بتقول له لو احنا خلصنا، لو عدد الويكس خلص انا بحسب اكسبكتد ماني بتاعه في زيرو، رجع ام اوف صفر زائد عدد المرات اللي كسبت فيها في الفي،
خلاص. غير كده احتمال انك انت تكسب الماني بتاعك زائد عدد المرات اللي كسبت على التوتال، خلاص. قدامنا احتمال من اتنين، يا بنكسب يا ما بنكسبش. انا عارف الناس متعوده على الكود اكتر من انها تتعود على الفورميليشن دي، بس التفكير بصوره ماثيماتيكال بيبقى ظريف برضه، خلاص. برضه على سبيل انك تستشعر اهميه انك تفكر في الاكسبكتيشن بصوره لينير، انا ممكن بدل ما احسب الاكسبكتد ماني احسب الاكسبكتد نمبر اوف وينز بتاعتي، نفس الكود اهو، بس بدل ما بحسب الاكسبكتد ماني بحسب الاكسبكتد نمبر اوف ويكس، يعني كل مره هيوصل هرجع التايم زون، نفس الكود بالظبط. طب والانسر بقت مين؟ ام اوف 0 زائد في في الاكسبكتد وينز. شوف هنا التوظيف بتاع اللينيارتي بيوصلنا لايه. طيب مره ثانيه الفيكتور هانجلينج ما نفعش بسبب الايه؟ البي ديت. لكن لا ننسى ان احنا معانا مجموعه من التجارب، كل تجربه بتعتمد على التجربه اللي قبلها. يعني ايه؟ مش انت معاك انيشال انبوت فيكتور في الاكونت بالانسز، اخترت واحد راندوم وكسبته، ده الاوتبوت فيكتور بتاع الفيز الاولاني. الفيز الثانيه بتعتمد على انهي فيكتور؟ بتعتمد على الفيكتور اللي لسه كان عندها. يبقى انا بمنتهى البساطه معايا كي تجربه، كل تجربه بتعتمد على مين؟ بتعتمد على اللي قبلها. يبقى انت بمنتهى البساطه في الكيس دي كنت تقدر ترن فور لوب يحسب الاكسبكتيشن بتاع الكرنت تجربه، لو عرفت تعمل دوت خلصت. حاجه زي كده تحصل بمنتهى البساطه بالمنظر ده. لوب كم من المرات انت ازاي تقدر تحسب الاكسبكتيشن بتاع 1 اكسبيرمنت؟ بمنتهى البساطه انا هكسب انا 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 عباره عن مين؟ مكسبي عباره عن مين؟ مكسبي عباره عن انا دلوقتي همسك لوب كم من المرات. دلوقتي هنشوف هنعرف نعمل 1 ستيب ولا لا. اول حاجه هجمع فلوس الناس كلها، وبعدين كل واحد هيزيد عليه مين؟ ام اوف اي على السم في الفي، صح؟ كده الام اوف اي ده بايه؟ بقى الاكسبكتيشن الجديد، لان انا كان قدامي احتمال من اثنين، يكسب واخد في يا ما اكسبش واخد صفر، وادي احتمال ان انا اكسب. ايه اللي حصل بعد ما الكي اي هنا تشتغل مره واحده؟ بمنتهى البساطه بقى معاك النكست اكسبكتيشن فيكتور، الكود ده خلص الليله خلاص. خلاص؟ الكود ده ان سكوير. تعالى نعمل شويه سمبليفيكيشنز ظريفه. في اوبسرفيشن هنا حلوه، هل انا يفرق معايا الناس التانيين كلهم؟ الاجابه لا، انا ما يفرقش معايا ان انا بتعامل مع 10 اكونتس ولا 20 اكونت، انا يفرق معايا انا كسبت ولا خسرت. فاللي انا هعمله ايه؟ ان انا هيبقى عندي تو فاريبلز بس، مي ام اوف 0 واذرز اللي هو التوتال بس شايل منه مي، وكل مره احتمال ان انا اكسب مي على مي زائد اذرز، صح؟ والمي بتاعي بيتابديت بكام؟ ببي في الفي، والاذرز بواحد ناقص بي في الفي. ما يهمنيش بقى مين في الاذرز كسب، ما يهمنيش مين في الاذرز كسب، خلاص. نرجع تاني لاخر حاجه قلنا عليها، هل في او 1 سولوشن؟ هل ممكن نعمل ماتريكس باور سولوشن؟ تعال نفكر. لو جيت تبص على احنا انيشيالي كان معانا مي على مي زائد اذرز، لما احنا المي دي اتابديتد والاذرز دي اتابديتد، لما تيجي تبص على المي على مي زائد اذرز اللي هي البروبابيلتي والابديتد بروبابيلتي، هتلاحظ ان ماثيماتيكال الحاجات دي بتطير نفسها، وبيبقى مره ثانيه مي على مي زائد اذرز. معنى كده ايه؟ معنى كده ان البي دي قيمتها ثابته طول الوقت. البي قيمتها ثابته طول الوقت. طب طالما هي ثابته طول الوقت وانا ابديت نفسي من ان المرات، يبقى الانسر هي عباره عن ايه؟ مي زائد البروبابيلتي في الكوست اللي بكسبها في الويك. تمام كده؟ طب استنى، هو الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ال O1 ده بالذات في البروبلم دي معناه ايه؟ هو مي على مي زائد اذرز ده عباره عن مين؟ ده عباره عن الانيشيال بروبوشن بتاعي من الاكونتس. يعني كانك عايز تقول ايه؟ بص احنا لو لعبنا كم من المرات، بعد كم من المرات اللي انت تتوقع ان عندك تكسبه هو عباره عن نسبتك الاصليه. خلي المعلومه دي في دماغك، لان الانتويتيف ده بيبقى مهم، انك تبقى في وسط الكونتست فتبقى عارف ان بما انهم بيزيدوا بالصوره السيستماتيك اللي احنا شايفينها دي، يبقى انا بتوقع على طول ان الناس في الاخر ايه؟ هتبقى عباره عن كل واحد بيزيد بنسبه الانيشال ماني بتاعه. خلاص كده؟ احنا كده النهارده شفنا اتنين كونسبتس، واحد بيحول الاكسبكتيشن على فيكتور لاكسبكتيشن على انديسيز علشان يقلب الصوره بصوره لينير، وحاجه ثانيه بس هي حاله خاصه، الحاله اللي فيها عندنا مجموعه من التجارب الاوتبوت بتاع واحده هو الانبوت بتاع الثانيه. لو ده حصل فبنطبق حاجه اسمها لو اوف توتال اكسبكتيشن او لو اوف اتريتد ايه
اكسبكتيشن، وعاده الاثنين دول بيبقوا جريت سورس اوف لينيارتي. المره الجايه ان شاء الله هنبراكتس بروبلم اسمها ذا سوابس ديف 1، دي جت في توب كودر. المساله دي احتاجت تابلاي الاثنين تكنيكس والاثنين نفعوا، وكانوا الاثنين هم السبب في انك تفكك الفيري كومبليكيتد بروبلم دي لللينير كونسبتس اللي ايه اللي كانت موجوده فيها. وهنشوف ازاي ان التوتال لو مره تبص له يعني اتابلاي للاكسبكتيشن مره طلع دايناميك بروجرامينج سوليوشن، وتبص له بطريقه مره طلع ماتريكس باور سوليوشن ليها علاقه بالماتريكس باور، وتبقى ايه كنت بقى انديكيت لي في البروبلم. سلام.